تسلم وانت ليست. اهلا وسهلا. مرحبا 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 بكم الناس الكل. شرفك بالله اني نكون بحذاكم اليوم. حتى احنا فرحانين برشا والله. فارس الزويري لقب ساعه ما يعرفوش برشا عباد يعرفوا لومونتاليست. فارس لومونتاليست من الاسم واللقب هو فارس الزويري. دونك فارس باش نحكي معاك اليوم على المونتاليزم. شنو هو ليبنوز؟ اذا شنو يدخلوا في المونتاليزم؟ كيفاش تعلمت الشيء هذا؟ العباد شنو تنجم تستفاد من هذا الكل؟ اما قبل هذا الكل قلت هات خلينا نجربوا تجربه من الاول ندخلوا هكا دخله قويه شويه. على غازي؟ على غازي انا فوتي على غازي. حتى انا فوتي على غازي. لا ما نجمش. مي انت كربحنا احنا اكيد. يعني انتم تسلوا وما سالتونيش انا شكون نحب نجرب. ربي لي. اي فارس اي خويا. انا راني هنا قاعد نخدم ودوري مهم برشا وما نجمش ندوخ انا. ريت هو اول واحد يتكلم في الاصل هو اول واحد نجرب. ما تبدلش القاعده نتاعك. ما نجمش. علاش نبدل القاعده اليوم؟ مش بدلها. لا لا. علاش ما نعملوش حاجه نجمو بالتجربة متاع اليوم بالإسبرانس متاع اليوم نحاول نفسر بالك اللي مش نقولوهم بعد باه وش نحاول تكون تجربة حتى المستمعين متاعنا نجموا يفهموا ويتخيلوه باه باش نبدأ بإيه نحكي سهلة على الآخر والناس الكل باش تجربوا راه جبت معايا كعبة شيش بيش واضح الناس الكل نجموا يتخلوا شيش بيش شيش بيش فيه من واحد لستة والناس اللي تتفرج فينا على الديجيتال كيف كيف اوكي نجموا نشوفوها هنية في كل شيء واضح لا بس باش نبدا شكون يحب يبدا الاولاني ما يقلقش الكل باش تجربوا بعد نبدا انا حتى بدا انت الاولاني باهي لا بس سهل واخا نبدا بايه مثال باهي خلينا نبدا بايه اقرب واحده باش نعطيك الشبيش هذايا انا مش نغزر لك نحبك تختار اي نمره تحب عليه مثلا نمره واحد ولا ثلاثه والا خمسه تختار مش نغزر من بعد تعمل هكا مثلا تغطيه بيدك باش انا كي ندور ما نشوف شنو النمره باهي اوكي معناها انا ندورها نختارها تختار وتخلي النمره اللي حاجتك بيه تخليه من فوق مثلا هنا اكزومبل ثلاثه من بعد ما تكمل تغطيه هكا باش انا ما نشوفش باهي سي بون نبدا؟ تجبدو اوكي ريتها ديريكت صعب تنجم تعس علي اللي مش قاعد نغزر وينها؟ والناس اللي تسمع فينا زاد تنجم تتفرج فينا على من بعد حط باش نبدا عارفين ينجموا يتفرجوا فينا على الشين يوتيوب زاد باش يشوفوا شنو هي صاير بالضبط لا سي بون سي بون اخترت النمر وغطيته سي بون سي بون اخترت النمر وغطيته باهي دونك نجم ندور توا دونك النمر اللي اخترته هو من الفوق لاني قاعد تشوف فيه نحبك توا تحسب من واحد لسته وتخمم في النمر اللي اخترته بازي بالقوي بالقوي احسب بالقوي بالقوي جو نحسب واحد اثنين نحسب هاي احسب ليه بالقوي نحيت لي نمرو ستة نحيت شيء نحسب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة طلع حاضر مرة أخرى واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة هي سهلت علي على الأخر الحكاية على خاطر أنا نحكي وديت قلت نحيت نمرو ستة نحيت نمرو ستة ياسر سهلة خلينا نجربوا خلينا نجربوا معايا هو مسير أنا نمرو خمسة ما واحد جمعة بشي اختار أي نمرة حبش نشوف أنا كالعادة وري الناس الكل ومن بعد دونك فوالا هذا النمرة اللي اخترته الناس الكل واضح أوكي نحطه من فوق أوكي سي بون متفاهمين؟ نجم نقول على روحي؟ اي باهي نفس الحكاية كيما باش نحسب بالقوم واحد لستة باهي جو واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة نعاود واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة لاحظتوا على حاجة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة فيلم ثلاثة يزيد شوية في الطن لا حول ولا قوة إلا بالله ثلاثة انا مش نقدر هذا رقم سي بون اخترت حطوا وري الناس الكل حطوا وري الناس الكل واضح وريني انا وريني ها هو الرقم اللي اخترت مش وقت ستوري باش نخبيه من فوق دابا هو الفوقاني باش ما يتشافش سي بون سي بون سي بون تو مش انا مش نحسب من واحد لسته انت تحبك ولا بليتو مش حسب انا انت من واحد لسته باه انت بتقول حد شيء ما نقول شيء اي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ما حلاك التبسيمة في اثنين لا لا والله فما حاجة بيزار والله فما حتى شيء بيزار كم بعد نجم نحكي عزيز عزيز تحب تجرب أنت مش مشكلة هاك مش نغز الأسبع عزيز نجم ندوره هاك ورينا اخترت النمر ولا ها وريت للناس الكل دونك نحط ونخبي بيدي واضح سيبو نجم ندور فارس سيبو فارس باهي هاي ليه مش نقول ليه مش نحسب انت ليه مش نحسب انا جوست تقول توا في مخك العدد مثلا تبدا تقول هكا كان اخترت ثلاثة باش تقول في مخك ثلاثة 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 واضح اوكي في مخك تبدا تقول فيه بالقوي ما تكذبش تقول النمر اللي خمم فيه كيك سوايا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة اللي هو سي بون ما تكذبش قول توا في مخك مرة أخرى
ورا من الخمسة. اسمع شو كيفاش فرحان اليوم ما تخرج من هنا كان ما تفسر لنا شنو اللي صار. قول لي كيفاش تقرا في افكار خويا هذا الدين نتاعك شكرا. السحري باهي لو مونتاليزم. لو مونتاليزم شنو هو؟ ما ثماش اون ديفينيسيون اكزاكت للمونتاليزم. خاطر برشا عباد يقول لك يقرا اللي في مخ العباد اللي قدامه. هذه هي الديفينيسيون. هذه الديفينيسيون الشعبيه. الشعبيه تو حتى كي نخمو باللوجيك كان جيت انا نجم نقرا في مخ الانسان اللي قدامي بالحق باش تلقاني موجود هنا معقول. نحكي الحقيقه معناتها وتقي نعمل في دي شو معناتها كاش تعمل الكاباسيتي هذه راني نخمم في حاجات اخرى لوجيكمون لوجيكمون مي مش حديك لا ديفينيسيون الصحيحه مي بلوتو اقرب ديفينيسيون. لو مونتاليزم هو سي ان ميلونج خلطه نتاع دي تكنيك معينين مثلا فيه شويه مات فيه شويه بروبابيليتي فيه شويه ماجي شويه مانيبيولاسيون فيه الانفلونس فيه البادي لانجوج اللي كتب تاع بادي لانجوج فيه شويه اناليز معناتها باش نفسرها سي ان ميلونج دو تكنيك اللي يعطيك ليلوزيون اللي انا نجم نقرا لك مخك من فيريتي انا قاعد نستنتج فاش قاعد تخمم مش قاعد نقرا لك في مخك معناتها انت تو تبدا قاعد ونجي نقول عزيز انت تو قاعد تخمم هكا وهكا وهكا لا لهنا دخلنا في حاجات اخرى معقول سي با سي با لوجيك ما لهنا يقول لك اختار مثلا نيميرو ولا حاجه وكشفت نبدا نسال في اسئله اي احسب انت نحسب انا ثم انتراكسيون بلا هذيك فاست ما تكذبش اي عندها دخل في في البروسيس اللي عملته بيان سو لازم تكون بلوف ولا دبل بلوف هذيك نحكي فيها بشوي بشوي فهمتك باه نجم نسميوه لو مونتاليست هو السحار المودرن لا بعيد الشيء على بعضه بعيد الشيء على بعضه خاطر المونتاليزم هو حاجه قديمه وشوف لازم نوضح حاجه خاطر تو نجم نسال اي واحد في تونس تسال واش يقول لك شنو هو سحار وراه هذه ديفينيسيون تاع السكوبجي يقول لك سحار عنده شابو ارنب هكا وهكا وهكا اللي هي كومبليتمون ديفيرون احنا قعدنا في كل الستيل هذاك اللي سحار نتاع صغار وهكا معناتها انت كي تمشي تشوف في امريكا مثلا في لاس فيغاس تشوف دافيد كوبرفيلد ماهوش بتاع صغار معناتها لا ماجي لي بو تول موند اما احنا بتونس حصلنا كل الصغار للمكتب هكا ارنب شابو لا سي كومبليتمون ديفيرون دونك اما شنو الفرق بين لو مونتاليست ولو ماجيسيان؟ لو ماجيسيان مثلا مش يقول لك اختار ورقه اختار كارت اللي هي دي زوبجي مانيبيولي لو مونتاليست مش يقول لك يا خمم انت تو ما اخترتش لا ورقه لا حتى شيء جوست اخترت نيميرو في مخك حطيته وانا حاولت نطلعه ما ثمش ما ثمش خفت لي دي نسميها بلغتنا ساسور اون انتراكسيون كلام وهذاك هو الفرق اما كيما قلت لو ماجيسيان حاجه ولو مونتاليست حاجه والنجم يكونوا زوز فرد وقت راه الزوز فرد وقت باهي تو انت فسرت لنا المونتاليزم لو ماجيسيان مي انت زاد في لي شو نتاعك في العروض نتاعك نشوفوا برشا ليبنوز هل هي تكنيك من لي تكنيك دو مونتاليزم لا ليبنوز حاجه اخرى جمله شوف لهنا باش ندخل شويه في المعنى الحقيقي نتاع المغناطيسي ونحاول نفسر للعباد اون فوا بور توت كيما نقولوا راهو انا نعمل فيه يتسمى ليبنوز دو شو حاجه نتاع ديفيرتيسمون نتاع جو اللي بعيده كل البعد على الليبنوثيرابي اللي هما الليبنوز اللي يداوي بها العباد خاطر هذيك لازم تكون انت قاري وطبيب سيرتو باش تعرف لي زيفي سكوندير وراك انت غاديك باش تدخل في اللي فيه هذايا نتاع الليبنوثيرابي لازم قرايه سنين وسنين الليبنوز دو شو ليس حاجه اخرى جميله حاجه انك كيما نقولوا احنا الليبنوز باش تخلي العباد تعرف شنو هي الليبنوز يكتشفها معناتها سوفت حاجه خفيفه ما ندخلوش في الحاجات الكومبليكي والصعيبه نتاع مثلا الديوي عبد ولا حاجه ما راك عبد يقول مثلا نحب نجربها الليبنوز ينجم في جيل شو يجرب الليبنوز وحاجه اخرى مهمه اللي انا قعدت برشا فيها باش العباد فهمت برشا عباد في بالهم الليبنوز هي انه نتحكم فيك في بالهم سلا مانيبيولاسيون لا سا سي فو سا سي كومبليتمون فو ولا يمشي في مخه انه انا كي باش نعمل ليبنوز شو نسال فيه في اسئله خايبه ولا اونتر جيمين ضحك على العباد لا سي با سا لو بوت لو بوت انك باش تعيش حاجه اللي حتى من بعد كي تمشي صحاب تقول اني عشت مومون محلاها على الاخر في ليبنوز خاطر صاوا قبل يجيو العباد وسامحني في الكلمه يبداو يضحكوا فيهم يعني يجي عم في ليبنوز جوست باش يضحك العباد ويضحك على العباد سي با سا يعمل هكا وعمل هكا وعمل هكا لا سا سي با ليبنوز دخلنا في تطيح القدر اونتر غيومي وهذيك انا حاجه جاكسبت با دي تو خاطر الهيبنوس سي كيلكو شوز دو ديفيرون حتى اللي يجربها من البيت انك يجربها عبد ماذا بك يعاود يشوفني مره يقول لك فيس عاود اعملها لي حتى دون لو كوتي شو باش تصير ضحكه صغرونه مي ضحكه مش نتاع يعني نضحك عليك العباد حتى انت تقوم تضحك تشوف في روحك حاجه سوفت اي تضحك معك تشيخ تعمل جو
اما فارس لعبت اللي تتفرج في الشو نتاعك الكسوا تفرجت فيهم في التلفزه قبل ولا حتى يحضروا للعروض راهو برشا عباد يروحوا مبهورين بالبوفوار هذا يسميوه بوفوار يقول لك انا مثلا لو كان جيت عندي البوفوار نتاعي ولا عندي القدره نتاع اني نوم عباد انا نجم نحتل العالم دونك ابارامون العباد كيما قلت انت ماهمش فاهمين بالصحيح ما تقبلوهاش بالصحيح من الاول الحكايه خاطر اون فان كونت كي يجي مونتاليست قدامك ينوم مغناطيسيا عبد اخر يمشي في مخك انت العبد كذا اذا كان عندك بوفوار هذاك النجم مثلا انا نجي نوم اي انسان في الدنيا هذه ونطلب منه اي طلب حاجتي به انا ويلبي لي الطلب. باهي باش نعاود نرجع نكملوا اللي قلته قلت لك برشا عباد في بالهم ليبنوز هي مانيبيلاسيون لا وباش ناخذ اكزومبل حكيت عليه ايه تقابلنا اول مره قالت لي وقت مشينا للتلفزه ثم واحد نسيته في نمره خمسه. تو باش تقول انت اش معناتها واحد نسيته في نمره خمسه؟ انا باش نحاول نفسر بطريقه سهله شنو يصير وقتها في مخ العبد. نسوا الناس الكل صارت لكم تبدا قاعد في القهوه ولا في الخدمه ولا في اي بلاصه. يتعدى واحد صاحبك عندك برشا ما يتوش، جيب سال العلمي تقول له اهلا وتنسى اسمه في كل مومون تي تنسى اسمه، يعمل لك يخطف الدوره يتذكره. الناس الكل عشتوها الحكايه هذيك. هو في الوقت الحالي هذاك شنو صار له؟ هي باش نفسرها بطريقه سهله للعباد. راهو ما نسيش نمرو خمسه. مي هو يعرف كم نمرو خمسه ما عرفش كيفاش ينطقوا. نحاول نفسرها مش بطريقه سانتيفيك، احنا كل معلومه في مخنا عندها طريقها الخاص. كي يدخل في الديبنوز نقول له راه مثلا نمرو خمسه انت بشويه تحسوا رزين برشا في ما نجمش تقولوا لسانك رزين كي باش تقولوا وباش تروح كي باش تقولوا، هو ما نساهوش اما هو حي باش يقولوا. اما العباد في مخهم اللي هو نساه. باش يعمل لك واحد اثنين ثلاثه اربعه ويتعدى يمشي سته وهذيك هذيك شنو يصير ما نساهوش راهو النمر ما نساهوش. حاجه اخرى انه حتى كي يبدا في حاله تنويم مغناطيسي في حاله تيبنوز اي حاجه تمثل خطر على العبد هذاك والا تمس من الاخلاق نتاعو راهو حتى كي يبدا سوز تيبنوز راهو ما يعملهاش. مثلا مش نقولوا جدي لابور دو كوان نعمل هيبنوز اي واحد فيكم نقولوا طيب باش تخرج تجري وتنقز من لهنا ماهوش يعملها ولا نقول لك مثلا باش تعمل حاجه ضد اخلاق ولا ضد تربيتك ما كنتش تعملها. هذه حاجه قاعده ما فيهاش كلام. اي حاجه مثل خطر ولا تمس الاخلاق نتاع العبد هذاك راه ما يعملهاش. هذاك سينو كان جيت هكا لا مانيبيلاسيون العالم الكل يتعلم في الهيبنوز. معقول. مش تسال السؤال هذا تقول كان جيت بالحق نجم مانيبيلي العباد شبيهم كيلكوزان كهاوي بعض الناس الكل نجموا يتعلموا الهيبنوز ويتحكموا في العالم. نعرف لينا باش نغدرك بالحاجه هذه من نجموا نجربوها الاكسبيريونس مثلا على غازي تقبل انك تنسى نومرو ننسى محسوب لهنا نجمو ولا لا مش لهنا هي نجمو اون فا تيستي مي سا بون دو تون لهنا تاخذ وقت قدر شنو هي قدر برشا عباد لهنا سؤال مبتذل خلينا نجم نوضح لك اخذ في بالهم ليبنوز نجي تك اهر قد ليه راهو ثم كلام نقولوا ثم تحذير نفسي للعبد هذاك لازم نفسر له. توا بديت نكبتي في حاجه انا مره حضرت لك وقتها في 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 شو اون فيت ليبنوز تدخل من اللي انت دخلت وتحطيت سيغ سين معناها مش وقتها مش وقت اللي طلعت سبيكتاتور بحذاك سيغ سين وقتها تبدا تنوم فيها. انا ديجا بطبيعه علي علاش؟ خاطر انا عاش اسكو خاطر مش اي واحد راهو نجم يدخل في ديبنوز دونك انا نعمل تيست باش نشوف شكون نجم يدخل في حاله نتاع المغناطيسي. معناها انت ديجا اول ما تطلع سيغ سين تبدا تغزل العباد كيفاش يتفاعلوا مع كلامك. نبدا نشوف الساعه شكون مركز معايا هذه الحاجه الاولى والحاجه الثانيه شكون مرتاح لي. من بعد ثم اكزرسيس نعملوه بالاكزرسيس هذاك نعملوا سيليكسيون نقول الانسان هذا تنجم تخطف عليه ليبنوز والانسان هذا راهو يسمى با كيلكان دو ريسبتيف دونك ما تخطفش عليه ليبنوز. حتى في التلفزه في التلفزه ما نجموش نعديو التحذير على خاطر يقعد برشا وقت اونتر 20 25 مينوت باش العباد تفهم. اما احنا هذاك كي يختاروا العباد اللي يعملوا ليبنوز ولا حتى في الشو نتاعي يبدا نحضر بشويه بشويه باش الانسان يبدا يعرف على شنو قادم. اما مش نجي يجي خلينا نعملوا ليبنوز تك دخل في حلم تاع المغناطيسي لا ما تصيرش هكاك ثم تحذير يبدا يصير بشويه بشويه. فهمتك باه. نحب انيس عندك سؤال؟ اي عندي سؤال. انت حكيت على الزوز اطراف دونك فما عبد اللي نجم معناها يصير عليه ليبنوز فما عبد لا. اي كيفاش تعرف ولا شنو هما لي كريتير نتاع العبد اللي نجم نقول عليه سي با كريتير سي با كريتير معناتها هذاك هما انت من الاول اول حاجه ساعه اول حاجه قبل ما نعملوا تيست لازم يكون العبد مرتاح لك اي سورتو معناتها عنده حتى قليل من الثقه معك. كي يبدا انسان سولا ديفونسيف خايف منك والا مش مرتاح لك ويبدا هو كان دو ريسبتيف راهو مش تختف دونك يصير فيه سي بون عارفك شكون ورتحته ولا مرتاح معك تدخل في حاجه اللي هو تسميه لي تيست. التيست هذا باش تعرف الانسان هذاك اسكيلي سوجيستيبل ولا لا. اش معناتها سوجيستيبل؟ معناتها انك تعطي له سوجيستيون معناتها الحاجه اللي هو كيبدا في حاله المغناطيسي انه ما يعملهاش يقبلها.
دونك كي تعمل التيست على 10 ديما تلقى ما بين 5 و 6 عباد يقبل ليبنوز و 4 لا. وذيك سافري انت ولعبت. بي جوست سؤال الاخر. هل ليبنوز دو شو يعالج كيما ليبنوز نتاع ثيرابي ولا لا؟ حكيت فيه السوجي هذاك خاطر هي ليبنوز دو شو كيما قلت كيما نقعدوا على السطح نتاع ليبنوز ما ندخلوش للداخل خاطر ليبنوز ليبنوثيرابي باش تدخل تحكي مع الانسان ومشاكل الانسان وباش تعرف حاجات خاصه به هو في ليبنوز دو شو ما ندخلوش مثلا ما نقولوش هي واش عملت مي ليبنوز دو شو ليبنوز دو شو تقعد هكا من فوق للفوق مثلا كي يدخل واحد في حاله نتاع تنمر مغناطيسي نقول له باش تنزل من السبعه والا ما عادش نجم تنطق من السبعه هو يحكي ما حكيت من قبيليك باش يوحل من بعد كي يقول نقول له مثلا انا باش نسالك سؤال جني نعمت الباك نتاعي قال ليش عندنا من نهار في الجمعه هو بتبيته باش يوحب باش بيقول له سبعه باش ياخذ تم يقول سته تم يسكت جمله ما هاك شفت معناتها حاجه سوفت بار كونت في ليبنوثيرابي لي دونك تو دوا تريتي ان سوجي سبيسيفيك ما عادش البيجي مون الدخان حاجه كيك ماكش جيت تلعب له العاب كيما هكا دونك شو تدخل معاه لحاجات شخصيه جدا اللي هي ما نجموش نعملوها في ليبنوز دو شو على خاطر هذايا ما عندناش الحق ندخلوا في حريه العباد فارس الناس اللي تسمع فينا وحتى احنا ماذا بينا نعرفوا منين تعلمت الشيء هذا كيفاش نجم وكيفاش ينجم العبد يتعلمه كيفاش بديت من الاول وسورتو بعد ما تعلمته كيفاش نجم توظفه وتخدم به لكن قبل هذا خليني نجربوا اكسبيرينس اخرى تحب نجربوا به انا ماذا بيا الاكسبيرينس الاخرى هذايا باش نحكي على السؤال نتاعك او ميم طون فا تيستي الاكسبيرينس باش نعملوهم زوز فرد وقت باش نحكي على نجاوب على السؤال نتاعك وباش نجرب الاكسبيرينس هذايا قبل ما نجاوب على سؤالك ما عادش نشوف الكاميرا هنا عندي مونجال اوكي دونك هاي الكاميرا نتاعك اوكي بارفي عندنا كاميرا وتوا الوقت الصحيح اللي هو 9 توا 9 9 صفر صفر 9 9 شكون يحب يجرب الاكسبيرينس هذه حاجتي بزوز من الناس زوز من الناس ايه كامرجي وانيس عبد السلام ايه وانيس باهي الحكايه سهله على الاخر ايه نحبك توا تخمم في مخك في النمر ما بين 1 و9 في مخك ما تقوليش عليه سي بون باهي النمر اللي اخترته هذاك الاولاني وبدلته ورجع للاولاني وصلنا الليفل والله والله يا رب مش عرفت نرجع للاولى نرجع للاولى باهي ارجع للاولى كيما قال لك نرجع للاولى تخليش خمس سبعه في ثلاثه ومازلت ما اختارتش سي بون سي بون نرجع للاول والله نرجع للاولى شنو هي الاولى؟ نجم قولوا لي 9 حلو على الاخر سي تري رار انه العباد كي نقولوا خمم في نومه بين 1 و9 راهو قليل برشا كون يختار ليزكستريميتي معناتها 1 و9 باش تعبني برشا اي راه نعرفها باش تعبني انيس اعطيني لون يعجبك خمم في لون يعجبك كيما الابيض والاصفر عندك لون يعجبك ما تقوليش الازرق شنو هي اللون قول لي نقول لك بيان سور موف موف حلو برشا باهي دونك 9 وموف وتو الوقت 9 اوكي شنو نحط انا توا عاش فصل باش ما نخليه شويه بلون ولا دونك الناس اللي يقول لي قاعده تطلع نجم نقول لهم فاش قاعدين نعملوا اللي نسالتهم جوج اسئله وتوا توا فارس قاعد درا في شعر في المونجالا لا انا توا حطيت وقت معين هاي اوكي الوقت هذا نرجعوا له من بعد باهي هاك المونجالا هو المونجالا مش نمسها اما الحكايه سهله على الاخر اوكي انت باش تخمم في السوايع معناتها ماضي الساعة ماضي ساعتين مثل العقرب الصغير نتاع الوقت بيه. عندك من ماضي ساعة لنص الليل ونص النهار وانت باش تخمم في لي مينوت مثلا هذاك باش تكونوا انتوما ساعة الياتوار مثلا تنجم تخمم في ماضي ساعتين تخمم في درجين 10 دقائق و30 صحيح دونك تنجم تكون ماضي ساعتين ودرجين ولا تخمم في الاربعة تنجم تكون الاربعة واربعة فهمتك ما تخلينيش نحاول ناثر عليكم انتوما الزوز نحس فيك اثرت عليا ولا كيفاش واضح دونك نرجعوا لهم بعد هذي اقعدوا خموا نقعدوا نخموا اختاروا انتم والله لا 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 نجم تقعد تحكي لا لا توا سوا كل واحد انت خممت في الساعه وانت خممت في الدقائق هكا هو به دونك نرجعوا للسؤال فارس العباد اللي تحب تتعلم الشيء هذا يقول لك هل اسكو فما دي زيكول دو فورماسيون يعملوها هكا سورتو في تونس ما سمعناش اللي فما حاجه كيما هكا البرا وين كيفاش تعلمت؟ باش نبداو تحب نبداو بالليبنوز بالمونتاليزم باش تحب نبداو باللي تحب انت باش نبدا باسهل حاجه اللي عملتها انت الاولى لا انا اول حاجه علمتها هي الماجي اللي هي العاب الخفه وبالورق كما نقولوا احنا توسكي لي جو كارت كيف انا عمر باللي فارس لا 13 اوت 2013 شديت اول كارته في يدي نهار هذاك كان هو نهار اللي بدل حياتي جمله
ومن وقتها دخلت انا في الماجي والماجي بديتها من اللول كيما حكيت باللي جود كارت فازت تاع الكارت يختار الورقه نطلعوها من اللول دي باليوتيوب دونك لا بريمير سورس نتاع الناس الكل. من بعد طورت شويه عرفت كيما كتب لازم تشريهم تاع ماجي بديت نقدم بشويه بشويه حتى وصلنا للمونتاليزم. المونتاليزم راهو ثم برشا طرق باش تتعلم المونتاليزم مي اون بريفيرونس من لو تبدا علاقة عندك فكره على الماجي شنو هي خاطر كيما قلت كان ذكر قبيليك قلت المونتاليزم فيه بارتي من الماجي والمونتاليزم اللي بازي على الكولتور جينيرال برشا كولتور جينيرال لازم تقرا ديما تقرا ديما تقرا مش تقرا معناتها كي تقول تقرا معناتها في بالهم في العباد نقرا كيما في الليسي ولا لا لا حاجات مثلا كتب نتاع مونتاليزم جدد شنو التكنيك الجديده اللي خرجوا حاجات هكاك الكتب هذيكم توا يسون اكسيسيبل برشا اكسيسيبل في الانترنت معناتها ينجم بيمون ليني البرا ينجم يتعلم لا سول ولا لو سول انكونفينيون اللي برشا توانسه يحلو فيه وهذا بالعكس نشجعهم اللي هم اغلبيتهم باللونجلي بجوز باش نفسر حاجه حسب اللي فهمته من كلامك اللي هم برشا كتب باش نجم تتعلم هذا الكل ماهوش تعلم المونتاليزم في دقيقه لا لا انا بديت 2013 كيما قلت لك الكارت المونتاليزم بديت فيها 2016 الى يومنا هذا اما راهو كيما قلت لك راه ثما بليزور شوا وانت تختار من بعد شنو تحب واضح خاطر ثما دي سو كاتيجوري انت الحاجه اللي تعجبك تبدا تتبع فيها بشوي بشوي خاطر كل واحد وشنو يحب انا جو مسوي سبيساليزي في المونتاليزم لكلو دو بونسي حاجات كيما كيك ثما حاجات اخرى اللي ما نقدهمش خاطر ما قريتهمش ليبنوز هي اكثر حاجه بيداغوجيك ما لازم تقرا مثلا ليبنوز خريتهم سون دي فورماسيون اون ليني اون بالانجلي اما جوست كيما قلت سي ليبنوز دو شو مش برشا عباد خاف ثما برشا عباد لازم ناكد عليها اللي يمشي في باله انك يعمل ليبنوز دو شو يقراها خاطر اللي رابيد معناتها ما تشدش برشا وقت يقول لك باخي ندخل في ليبنوثيرابي لا سي كومبليتمون ديفيرون دونك كان تحب تعمل ليبنوثيرابي تنجم تقراها في تونس ثما برشا دي سونتر يعمل ليبنوثيرابي كان تحب تعمل ليبنوز دو شو عليك باللي فورماسيون اون ليني ولا الكتب سي اولترا سوفيزون وبتبيع الخدمه زاد مش تقول تقرا من بعد تقول سي بون باش نولي هكا هكا تي دو براتيكي والمره مش باش تختف والثانيه مش باش تختف وتعاود وتعاود حتى يكشي تختف بعد ما ترينا بالكدا باه وبعد ما ترينا بالكدا وتتعلم الشيء هذا كيفاش تنجم تخدم بالشيء هذا خاطر نذكروا العباد تعرف اللي انت تو بيلوت دو باس اي فورماسيون تاعي بيلوتاج اي افيون دو بيلوت دو ليني بون كيفاش نجم تخدم بها لهني عندك برشا مش برشا حلول مي لازمك انت تختار شنو تحب خاطر انت باش تقولي نخدم بها باهي نقولوا انت وليت ان بون مونتاليست والا بون هيبنوتيزور وطلعت سور سين وما عندكش حضور روحي وما تعرفش تحكي قدام العباد والا عندك الحشمه والا شنو هي باش تعمل وقتها بون اسكو ينجم واحد يكون ان بون مونتاليست وما زالت عنده الحشمه لا لا هذاك علاش لازمك انت تطور في روحك في الكوتي تكنيك وزاد في الكوتي الاخرين اللي هي نتاع الشومانشيب الحضور الروحي كيفاش تتكلم الطريقه نتاع التقديم نتاع الدور نتاعك كيفاش انت خاطر انت راهو ثم برشا عباد يقول لك باهي انا باش نكون مونتاليست ولا ماجيسيان ولا هيبنوتيزور في بالو كي باش يطلع سور سين باش يبدا هذه الفازه الاولى تاك هذه الفازه الثانيه عطكم سي يعمل فيه ليه لازمك تزيد تخمم اكثر شنو اللي سوال باش تعملها دونك ثم حاجات اخرى باش تعلمهم ابل لو كوتي تكنيك مثلا في السبيكتاكل نتاعي فوكس انا جو مسوي سبيساليزي ولا فوكاليزي على الميمور نتاع العبد دونك انت كي تدخل تتفرج في السبيكتاكل ماكش تشوف فازات راه باش تلقى حاجات ماجي ومونتاليزم مي في اخر سبيكتاكل باش تلقى روحك تعلمت التكنيك اللي يخلي الميمور نتاعك تقوى على الاخر كومان سيناريست اللي كي باش يكتب مسرحيه لازم يوصل بمساج في اخر المسرحيه صحيح هذيك هو انا السبيكتاكل نتاعي سي تان سي باش تعلم دي تكنيك اللي ديجا يسون اكيز ما انت في بالكش بهم باش تقوي الميمور نتاعك خاطر ثم برشا عباد قال تعطيه تقول له اسمه هكا ولا هو نمو تليفوني من بعد رجل انسان نمرو دونك كي تفرج في السبيكتاكل نتاعي ما عادش ننسى حتى نمرو والعباد اللي تحضر للسبيكتاكل ولا اللي يشاركوا في دي زيكسبيريونس معاك كيما هكا مش حتى كيما هكا نتخيل اعمق شويه من هكا شنو ينجموا يستفادوا خاطر ابارامون فما افاده للعبد هو والله حاجتين باهي اول حاجه الاولى اللي هو باش يعيش حاجه عمره ما شافها بس لو كوتي ديفيرتيسمون خاطر مش يجي يتفرج فيا راه باش يجي يشارك معايا واضح معناتها مش يجي يبدا قاعد وانا نعمل في حاجات كيما هكا يختار حاجه انت عمل هكا انت عمل هكا دونك اي سو سون كونسيرني باش يحس روحه عايش معاك في الموندو هذاك وباش يكتشف حاجه اول مره شافها والحاجه الثانيه كيما قلت سبيتاكل نتاعي نعلم دي تكنيك باش يحسنوك في حياتك مثلا عبد القرايه وحاجات كيما هكاك غازي
باهي انا فارس قاعد نتخيل نخليك قاعد غازي وظل ويتخيل قاعد نتخيل كان نعمل انا وياك قهوه ممكن ياسر نفسد هيك القهوه انت تبدا قاعد وانا اعمل لي الفازه هذه قد لي الفازه هذه اعمل لي الفازه هذيك انت كيفاش تتعايش تو في وسط المحيط نتاعك اسكو كل مره يطلبوا منك فازه كل مره يطلبوا منك اعمل حاجه فازه غير هيك المصحيح خذ يقول لك لا ليه المصحيح سي لا فيريتي الحق راه والحق باش يصير من الاول اي اول ما طلعت وتعديت في التلفزه وبديت نتشارك فيس مونتاليست في القهوه الواحد يجيك اي عمل لي فازه اي عمل لي فازه وما لازمش تقول لا بعدك هاو سي بون معناتها انا الحقيقه نتاع ربي معناتها في باردو صاي نسكن في باردو صاي العباد الكل تعرف فاس والناس الكل فاس عمل لهم فاس ما عادش قعدوا بالفازات وفي الناس الكل عملت لكم فازات لا سي بون اما نقصت الحكايه هذيك سيرتو كي تخلت انه في ليزو سوسيو وليت نعمل فازات نجم نشوفها من العباد اون ديريكت لي جو دو انتراكتيف حاجات هكاكا دونك حتى العباد ولاو كي يشوفوا اه فارس هذيك الفاز اللي عملتها راهي تو بات فيها كيفاش عملتها ويبدا يخموا فيها كيفاه نقصت من اي فاز عمل لي فاز اون ديريكت خاطر هذيك ما تجمش تقول له لا راه سيرمون ما تجمش تقول له تصور حتى تبدا تاعب واحد ما تجمش تقول له لا فارس انت كي كنت صغير كنت حشام طبعا انا اكثر من حشام كنت بعيد كل البعد على اللي راهو فيه تو لا علاقه كيفاش صار الشانجمون حتى اسكو باللي فورماسيون اللي عملتهم بالكتب اللي قريتهم ولا فما حاجات اخرين اكثر من هكا برشا لا فورماسيون كتب على حد شيء هذه الكلمه اللي باش نقولها معناتها نعرف برشا عباد هكا وهك مي سيتي ان شوا اللي جي وحده وحده غزت روحي للمرايه قلت يا اخي باش نقعد برشا هكا جي بي لا ديسيزيون وقتها قلت يا توا يا ما عادش من وقتها فارس كان مشي فارس وهبط فارس جديد انا خاطر كنت كيما حكيت لك حشام كنت بخيل برشا كنت بصحتي على الاخر حاجات معناتها حكيت عليه موضوع برشا مرات انا صرت مامو وعرفت اللي انا ما عندي وين باش نوصل هكا ما عندي وين باش نوصل معناتها انا تاع سونتي كاتاستروفيك حشام ما نجم نعمل حد شيء راني كي تقول لك حشام مثلا اي بحذاه تقول لي على السلامه جو نو سبا نرجع لها السلام راهو افهم شوف اللي تاعك كيك سوا طفل ولا طفله في النهار هذاك انا جبت ديسيزيون قلت فارس نسكت تبدل دونك لا ديسيزيون يا انت تاخذها وقتها انت وتكون بالحق قدها وتبدل روحك يا زيد خاطر ماك مستنى حتى حل باش يعاونك نقول انا من الاخر حاولوا لي بارون معايا الناس الكل حاولوا نهار انا حبيت نبدل تبدلت اما بعد لي فورماسيون عاونوني باش نقدم ما بدلونيش اما عاونوني باش نقدم ونمشي بشويه بشويه خاطر بديت بشويه بشويه خاطر ماكش زاد في ليله ونهار شويه نحكي مع العباد سي بتي تا بتي غازي فارس انت خدمت بيلوت وخدمت تكنيسيان فورماسيون 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 بيلوت مازال ما خدمتش بيلوت ما خدمتهاش خدمت تكنيسيان اون انفورماتيك من بعد تو قعدت تعمل في لي شو نتاعك اون باراليل مع تكنيسيان اون انفورماتيك ولا الاخرى لا 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 تو قاعد نحضر في اون سوسيتي اللي باش تكون سبيسياليزي في المونتاليزم وفي الليبنوز وفي لي زيفينمون هذوما وان شاء الله هذاك علاش السؤال سلهول يعجبني على الاخر باش نلقاو تو سوليسيون العباد حتى تعلم باش نلقاو نجمو يتعلموا في تونس من الصغار للكبار كلكو سوا معناتها لاج من 6 سنين حتى كشي العمر اللي تحبوا عليه انتوما باش يلقاو البوسيبيتي باش نتعلموا المونتاليزم والماجي والليبنوز باهي انت حسب ما فهمت من كلامك من 2017 هكاك بديت تتعلم في المونتاليزم 2016 2017 مي باركونت سورتو خممت في نفس الساعة خممت في الساعة خممت بدل هذيك بدلها مش شنو بدل؟ نمر قاعد خمم فيه بدل وانت خليه نفسه عندي زوز بدل. انا في مخي نقول لك عليه اختار واحد فيها الاول ولا الثاني اللي تحب انت اختار اللي تحب عليه انت تختار بالزوز انت ما يجيبني زوز في مخي لا لا نلتزموا بقواعد اللعبة والله نسيتها فوالا اي قلت لك وسورتو شفناك برشا في التلافز مع من بين 2018-2020 العباد شافت برشا شنو هي فارس يعمل كيفاش نجم تجدد الحاجات هذوما كيفاش نجم تكون اجور تبدل من روحك بون كيفاش تجدد الحاجات هذوما ثم عباد الاختصاص نتاعهم لا كرياسيون نتاع لي تور دو ماجي مثلا سي ان غرو مارشي راهو مارشي كبير برشا لبرا انه ثم دي برودكسيون وثم ديستريبيوسيون نتاع عباد تصنع في دي تور جدد باش انت بعد تشريها ترالا ترالا دونك انت لازم تكون اجور وتعرف شفما خرج جديد باش تبدا انت تعرف شنو تحب وثم حاجه مهمه على الاخر مش لازمك زاد تكون عندك كل شيء لازمك يكون عندك ان شوا مهم اللي هو
نجم ان ناخذ حاجه ما تمشيش مع التوانسه. دونك يفو بيان شوازي الحاجات اللي يمشيو معاك في بلادك. واضح فهمتك. نشوفوا المونجيرا من بكري نغزر لها. نسيتها. شو نسيتها؟ انا غلط اللي قلت العب معايا كبرجي من ورا ونعتذر من صدى المستمع. سهلش ما سهلش. انا غلط. والله لي والله لي والله لي في مخي ما يجي اوبليي كو يافي مي مونتر سور لا. اه باه واضح. اما سي با طرف اللي انت معانا تو في البلاتو خلاص. صحيح. اي تو في مخها حاجه اخرى. اي خممت في ساعه كبيره. فارس بالله جوست الميكرو. اي سامحني. خممت في ساعه كبيره. باهي. شنية الساعة اللي خممت فيها؟ نعطيك النمرو؟ نعم يقول شنية النمرو كهو الأربع الأول ولا الثاني الساعة؟ آخر شوية تحب الأربع علي. الأربع سوير تحبش بدلو بدلو كيما قولك علي كيما تحب أختار اللي تحب خلتني بعد راك تخوفني كتقولي بدلو علي مش نغزلك أختار أي ساعة تحب عليها ساعة كبيرة شنية الساعة اللي اخترتها؟ ما ثلاثة لعب لي بأفكاري والله أعلم 40 دقيقة غير أربع معناها علاش اختار علاش اختار غير اربعه؟ ما بدلتش المشكله هو ما نعرفش عليه يظهر لي اثرت عليه من الاول كي قلت له حاجه واربعه نذكر فما حاجه كيما هكا صحيح مش هذه اول حاجه وثاني حاجه خممت فيها ودراجه ما خليت له لانايا قلت لا خدمك عنده ربع ساعه اي سؤال هذاك انا حسيت خبيت خدمت قلت طيب مادام اول حاجه جات لمخي غير اربعه وما نعرفش علاش بس هو يعرف علاش الله الله اعلم دونك انت قلت لي ماضي ثلاثه وانت قلت لي 40 دقيقه دونك كي نكونوا هذا 3:40 لا 4 غير 4 اوكي 15:40 تصور انت تصور واش تصور تصوروا انت اني انا قبلك ناحيه المقلب نبدل فيها حديت 4 غير 4 صدقوني ولا لا حاجه مستحيل انا نعرف خاطر صعيب حتى عربي لا امبوسيبل امبوسيبل باه استنى ثبت معاك المونجيلا شنية فيها؟ الأربعة والله فيها الأربعة غير 43 دقيقة فوالا دونك 15:40 دقيقة اللي هي الأربعة غير 4 لعب لي بأفكاري والله عرفته الكاميرا ينجموا يشوفوا هي بعيدة شوية المونجيلا لكن الأربعة غير 4 كونفيرمي ونحن نشوفوا ما هو السؤال المطروح كيف الحكاية هذي كيفاش أثرت عليا وعرفتني اللي أنا بدلت هذيك السؤال مش سؤال كيفاش عرفنا المونجيلا السؤال كيفاش عرفت لي انا بدلت ساعة مش انا كيفاش عرفت لي انا بدلت انت بدلت خذ لك انا بدل انا في باليش بيك انت بدلت افكاري فوالا فوالا سي سا كيما حكيت قبيليك يفوت يوز التكنيك زعما انا كنت نحكي مع قبيليك سي اكسبلين يدور رجعت قلت لك بدل واحد اخرى بعلي اختار ثلاثين هذيك تسير روحك علاش اخترت لا لا انت اثرت عليا كيفاش اثرت عليا باش اخترت زعما نحب نعرف انا عندي سؤال عندي سؤال كان هي خليت الاربعه معناها فهمت راهي جات غالطه وانا علي تقعد الاربعه غير اربعه لا مش بال خمسه غير اربعه عليها والسؤال هذا سؤال كان تصير لك فازه كيما هكا وتصير غالطه مثلا اختارت هي السبعه وهو اختار درجه صارت كيفاش تتصرف وقتها صارت والعباد ما تلومش عليك علاش على خاطر يعرفوا اللي لو ريسك نتاع الغلطه ينجم يصير خاطر مانيش نعمل في تو دو ماجي نتاع حاجه قامت عليها كل يوم اللي ما عنديش حق نغلط فيها جيسي توجور اني نقرب للماكسيموم للريزولتا اللي انا حاجتي به وقداش مره نغلط والبيبليك يعرف اللي معناتها كي تصير غلطه سي با ان بروبليم خاطر معناتها الدور اللي بعده الاكسبيرونس اللي بعدها بجي صحيح قداش التو دي شيك انت والتور انت والفازه مثلا هذايا عندي ان تو دي شيك نتاع 20-25% نيجليجابل لا وين نيجليجابل خويا لا كي تخدم خدمه معناتها كيما حكيت لي انت توا سؤالك كيفاش تخدم كي دير بور ان كليون كاسح ما تنجمش تقول لك 25% ما لازمكش تطيح فيها جمله نتاع الغلط وسيرتو كي تبدا في سبيكتاكل قدام 200 ولا 300 شخص يتفرجوا كيف كيف هذاك علاش قلت لك لو شوا دي تورز مهم برشا غازي اخر سؤال قصت عليك قبيله فكره مهمه كنت باش تفسر هكا تعطي شويه اسرار كيفاش طلعت اللي هي اختارت ما ثلاثه وهو اختار غير اربعه لا هو ديجا غير اربعه كنت متاكد منها خاطر انت لقيت بك ترجعوا الفيديو قلت نش تختار وراهو الزوز قلتهم درت لا هي من بعد رجعت قلت نش تختار السته ودرج والا الاربعه غير اربعه اللي سمع كل ما قلتها غير اربعه أي. هو كان شفتش قالوا كان يستيم بين شنو كنت انت؟ اي بالرسم بين 40 دقيقه والا وكي خزرت المونجيلا وقتها ودرج دونك قلت قعدت في بالدو شوا اللي قلت
ايه سهلة على الاخر. الحمد لله طاطس المليون. ايه سهلة على الاخر ليش خاطر نعرفها عندي برش. خاطر مانيبيولين يقبل. ايه نعرف انا اول نهار غادي تلتفز انك ايه قدامي دونك بدنا شوي بشوي دونك وايه شنيا عشان ديك حتى اكزامبل صغرو. لان بالحق انتم باش تقعدوا هكا باتين شوي. النيميرو الكل تقل من واحد لستة الى نمرو ثلاثة. هذاك علاش هي ثلاثة واربعة. قاش نمرو اخترتو في الشبيش؟ أربعة نسيت ستة اللي شنو اخترت انت؟ اخترت ثلاثة وانت؟ اثنين وانت؟ خمسة. شنو النمرو اللي ما تقالش؟ أربعة اللي هو كان النمرو اللي خطرت بعد اخترت ثلاثة. مش بتضحك مغازي انت؟ ساقلك سي تري غار انه عبد يختار النمرو اللي يقول عليه من واحد لتسعة. اي ما قالك اللي انت سهلة برشا. على خاطري عرفني مش خاطري سهلة برشا. واضح. فرحانين برشا فارس اللي كنت موجود بحذنا اليوم. شكرا جزيلا يعيشكم. سيتي ان بليزير نكون بحذاكم. وجيسبر حاولنا ننفعوا شوية المستمعين بالحاجة تنجموا على خاطر اخر كلمة باش نسكر بها. سبيانك تتعلمها مع خاطر تي باو لوجي باش تخدم بها. تنجم تعلم المونتاليزم والماجي باش انت تقدم في حياتك وفي خدمتك خاطر حتى في قرايتي راهو المونتاليزم والماجي عاونوني على الاخر. سا اوفر بوكو دو بورت وبوكو دوبورتينيتي مش كان في الخدمه في برشا حاجات اخرى. وفسرنا هذا الكل في الانترفيو حتى اللي خلط علينا ماخر ينجم يعاود يرجع يلقى الانترفيو كامل على باج فيسبوك اكسبريس اف ام ولا شين يوتيوب اكسبريس اف ام يزيد يفهم شنو هي الحكايه اكثر. ميرسي بوكو فارس اللي كنت موجود بحذانا. دونك مازلنا موصي معاكم في ميزاجور شويه اخر جي بحذانا ليا شوتي في كرياتور دافني.